حكاية إخواتنا في الموصل مأساة أليمة وحقيقية. الناس كانوا قاعدين في حالهم، ساكنين في بيوتهم، بيصلوا في كنائسهم، بيديروا مصالحهم، علاقاتهم بالجيران علاقات طيبة. فجأة اقتحمت قوات داعش المدينة وقرروا إنهم يخلوها تمام من جميع الأقليات ومن ضمنهم المسيحيين. طب اللي عايز يقعد، اللي عايز يقعد قدامه ثلاث اختيارات: يا يشهر إسلامه، يا يدفع الجزية، يا يواجه القتل بالسيف. المسيحيين شالوا ألمهم وحملهم ووجعهم وقرروا الرحيل. طب والكنائس؟ الكنائس ملهاش لزوم دلوقتي، مش عايزين نشوف فيها صلبان مرة تانية. ليسيروا مسافات بعيدة جداً سيراً على الأرض. طب وبيوتهم؟ بيوتهم اترسم عليها حرف النون يعني نصارى، لمعناها أن البيوت صارت ملكاً للدولة الجديدة، دولة الأعلام السوداء. على مدخل كل باب حطوا نون النصارى، رسموا عليه إشارة، يعني اللي فيه بحاله أصبح ملك الإدارة. ده غير ضرب الإهانة ولوعة الحيارة، ولوعة الحيارة. يا ماشي السكة صعبة الحظيرة اتفتح، والراعي كان عن شغلته سهيان. دخلوا الدياب الصعرانين، مش مكسوفين من رقبة الحنان. الراية سودة والمخالب دم، والديب ما هوش حاسس
ولا خجلان. لما القلوب تعتم الدين يصبح تجارة والغربان والديابة يبقوا في الصدارة والحقارة والبربرية تملك لما تغيب الحضارة لما تغيب الحضارة. هذه البكائية ليست انكسارا، فلا بد أن يظهر النور خلف الغيوم، لا بد أن يطهر الظلم، ولا بد أن ينتصر الحق. فليمنح الله الطمأنينة والصبر لإخوتنا في الموصل.